سليم زليف دلاديز يا مناس كونتير كومانت الليفو. اهلا بكم كل طلابنا في تانية ثانوي. النهاردة بناخد معاكم اهم موضوعات الدرس الثاني في الوحدة الاولى زي ما وعدناكم. طبعا انا كتبت لكم اكتر من موضوع، دول بنذاكرهم كويس خالص. دايما عود نفسك ان يبقى معاك كشكولك وقلمك، سجل واكتب عشان دي حاجات مهمة. هنا بنقولك اهم موضوع في الوحدة بتاعتنا. تي انفي تون امي ا تافيت دانيفرسير، هنا بتدعو صديقك لحفلة عيد ميلادك. مي نيسي با تون ادغاس، هو لا يعرف عنوانك. تي انديك توضح له، ا تون امي لتونيرير بتوضح له الطريق. طبعا ده كان عنوان اساسي بتاع الدرس بتاعنا، ازاي تصف طريق لشخص، وبالتالي كمان لازم يكون عليه موضوع في الامتحان. الموضوع سهل جدا، ما نقلقش منه خالص. عشان اصف الطريق عندي كذا حاجة ممكن اصف بيها، فاحنا كتبنا لكم الموضوع ده بكذا صيغة، فانت تذاكر اي حاجة منهم وتحفظها. عندي عشان اصف الطريق في اكثر من موضوع، هناخد على سبيل المثال سليم جي تنفيت امون انيفرسير ساميدي فان مي، ادعوك لحفل عيد ميلادي يوم السبت 20 مايو. La fête commence à 20h، الحفلة حتبدأ الساعة 10. Pour venir chez moi، عشان تصل عندي، سي فاسيل، إنه سهل. Prendre la rue النصر jusqu'au feu، يعني بقول له خذ شارع النصر حتى الإشارة. Après le feu، بعد الإشارة، tourne à la première rue à droite، يعني لف إلى الشارع الأول على اليمين. ترافيرس لي بون، يعني اعبر الكرسي. ماميزو اي بري دي سينما، يعني انا منزلي قريب من السينما. ما عملناش حاجه غير ان احنا استخدمنا كلمات الوحده وحروف الجر اللي احنا قلناها. ممكن موضوع ان انا اصف طريق بيجيني هو بس بطريقه تانية، وممكن انا اكتبه برضو بطريقه تانية، وفي الاخر برضو باصف الطريق هو نفس المضمون. يقول لك هنا اكري ان ميل بور انفيتي تون امي اتون انيفرسير اي انديك لوي لي اتينيرير، يعني اكتب ايميل الى صديقك تدعوه لحفل عيد ميلادك وتصف له برضو الطريق. نكتب الموضوع هنا بصيغة تانية، فبنقول سالي جي تنفيت اما فيت لاندي ديس افريل، يعني بدعوك لحفل عيد ميلادي يوم 12 ابريل. سي مون انيفرسير، انه عيد ميلادي. جانفيت تو ميزامي، انا بدعو كل اصدقائي. جابيت دان لي سنترفيل، بعيش في وسط المدينه. دوريير لو ستاد، خلف الاستاد. بور لي شي موا سي با ديفيسيل، عشان تصل عندي هذا ليس صعب. تي برا لو بيج جوسكو استاد، بتاخد الاتوبيس حتى الاستاد. مارش دان لا ري دو ستاد، وامشي في شارع الاستاد. بوي تورن ادروات، لف يمين. ماميزو اي انتر لا بوست اي لوبيتال، يعني منزلي يكون بين البريد وبين المستشفى. هنا بنستخدم حروف الجر اللي احنا تعلمناها في الوحدة بتاعتنا، بنستخدم الكلمات اللي هي تورن واغوش وادروات وهكذا، بيبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل جدا. الموضوع الثالث في الدرس بتاعنا ومهم برضو، بيقول لنا سي لو ويك اند باغل دي تونن بلوا دي تو، انه يوم الاجازه الاسبوعيه. فكلمنا عن جدول مواعيدك اللي انت هتعمله في الاجازه. موضوع زي ده ممكن نكتب برضو فيه حاجات كتيره، فاحنا عملنا لكم نموذج ممكن تمشوا عليه. لو ويك اند، يوم الاجازه. سي سبيسيال بور موا، انه يوم خاص بالنسبه لي. لي فاندغدي ماتا، يوم الجمعه صباحا. جي في او كلوب، بذهب للنادي. بور فيغ دي فوت، عشان امارس الفوتبول. اميدي، في الظهر. جي جو ا دي جي فيديو، بلعب العاب الفيديو. افيك مي كوبا، مع اصدقائي. لابغي ميدي، بعد الظهر. جي في شي مون انكل، بذهب عند بيت عمي. لسواغ، في المساء. جي ريغارد لا تلفزيون، بشاهد التلفزيون. الموضوع الرابع عندنا بار لديتي اكتيفيتي باندا ان سيمان دي فاكانس، حدثنا عن انشطه خلال اسبوع اجازه. خلال اسبوع اجازه يبقى هنتكلم عن كل ايام الاسبوع بنعمل فيها ايه. الموضوع بتاعنا هيبقى كذا،
سامدي متى يوم السبت صباحا جو في او كلوب بذهب الى النادي ديمانش جو في على بيسين بذهب الى البيسين حمام السباحه يوم الاحد لاندي جو في دي فيلو اما يوم الاثنين فبمارس ركوب الدراجات مغدي يوم الثلاث جو في على بيبليوتيك بذهب للمكتبه ميركوريدي يوم الخميس جو في دي تونيز بمارس التنس جودي اي فاندردي يوم الخميس والجمعة جي في او كافي بأذهب الى المقهى. كده احنا كتبنا اربع موضوعات من اهم الموضوعات في الوحدة بتاعتنا، ياريت نسجلهم عندنا ونذكرهم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير في القناة ونلقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله. اورفوار.